التحرير، ثوره 25 يناير. طبعا احنا عارفين الاحداث واعظم ثوره في التاريخ. قوم يا مان. بلادي بلادي بلادي. ازيك يا حبه فوزي؟ قوم يا جماعه، نشرح النهارده حركه جميله جدا الكل طالبها، وان شاء الله هقدر اقدم لكم شرح بسيط جدا عشان كله تكون الحركه ديت. حركتها اسمها الوايند ميل او المراوغ. نشوف اول حاجه حركه الوايند ميل. خلي سنه 10 نروح يا كابتن. حركة الوايند ميل أو المراوغ، يلا سريعا. يس. حركة الوايند ميل يا كابتن من أهم الحركات اللي كله عايزها. حركة جميلة جدا، رشيقة جدا. عامة بص، لو أنت حران ممكن تعملها في نفسك كول كول أوي. أول حاجة يا كابتن، الحركة مدتها كام؟ الحركة ممكن تيجي معاك أسبوع أو أسبوعين. لو أنت عوقت عند أسبوع وأسبوعين يبقى في الدرجة دي أي كلام. تمام؟ الحركة يا كابتن هنشرح ليها أساسيات، كذا أساسية. القواعد اللي نمشي عليها ديت لو أنت هتتمرن كويس هتعرف تجيبها. يعني حاجة حاجة علشان تعرف تجيبها، علشان الحركة كلها عبارة عن دفعة. تمام؟ ولازم أتحكم فيها. اول حاجه يا كابتن دلوقتي انا علشان ابدا اتعلم الوايند ميل او المراوغ، ايه اللي هتعلم عليه؟ هنبدا دلوقتي يا جماعه زي ما قلنا هشرح كذا حاجه. الحاجات ديت هتركز فيها واستمر عليها كتير، الحركه هتيجي معايا بكل سهوله. واهم حاجه لازم اكون عارفها، ان انت في البدايه كده حاول انك تلبس حاجه في دراعك، ما تخليش دراعك عالي. انا بس عشان بعملها بخلي دراعي عالي. كيف حاول تجيب رباط ضغط، شوف انت ايمن او اشول. يعني انت ايمن تستخدم ايدك اليمين، لو انت اشول تستخدم الشمال. حاول تجيب رباط ضغط وتلفه هنا كده، يعني لحد من هنا مثلا كده لحد كوعك، عشان الحركه بس عشان دراعك بس ما تجلطش في البدايه كده ويحصل خدش من الدم ده. ماشي؟ وحاول نتمرن الحركه يا كابتن على سيراميك او بلاط. يلا نبدا بسم الله. لازم يا جماعه نركز وما تهيسوش، التركيز شيء مفيد. يلا اول حاجه يا كابتن دلوقتي عندي هبدا اتدرب عليها. اول اساسيه اجي يا كابتن في الارض كده. طبعا ايمن او الاشول، انا مثلا ايمن. قوة ايدك بقى تيجي في الارض اهوت يا كابتن. افتح رجلي كده. تمام؟ بص كوعي ده احطه في المنطقه اليمين، في المنطقه ديت. كوعي احطه في المنطقه دي هنا، كوعي في المنطقه ديت. ماشي يا كابتن؟ اهو ده اهوت. تمام؟ وافتح رجلي كده اهو كده. تمام؟ ادي اول مرحله، اول اساسيه في الحركه يا كابتن. ايدي اهوت، اقوى ايد عندي اللي حاططها اليمين، اوقفها كده. هجيب المنطقة ديت هنا بالظبط، اهوت اوريلكم شكليا اهوت، ادي السرة هنا، هنا بالظبط كده. تمام؟ اهو يا كابتن انا دراعي ها، وادي افتح رجلي، وادي ديت احطها هنا كده واسند بالشكل ده. تمام؟ يبقى دي كده أول حاجة يا كابتن ستارت، شكل الحركة. اهوت يا كابتن. ها. يبقى يا كابتن دي أول وقفة، الفريز ده أول أساسية للحركة. إن أنا هجيب الايد اللي انا هشتغل فيها اللي هي اقوى ايد عندي. تمام؟ اهوت هتتحط بالشكل ده، هفتح رجلي، هنزل اهوت في المنطقه اللي انا قلت عليها دهيت. تمام؟ اهوت يا كابتن بالشكل كده، يعني ايدي في النص كده حسابات ملك. حلو الكلام؟ وايدي التانيه ثابته. هبدا وانا واقف كده يا كابتن ارفع رجلي الاثنين كده، ابص ارفع اقف كده، ابدا اقف كده. ها شايفين؟ هبدا يا كابتن ان انا ايه؟ اقف كده. حلو؟ هتبدا انك تقف على ايدك وانت نايم وترفع رجلك الاثنين كده. انت بتعلم نفسك انك تكون عندك اعصاب قويه للحركه كده، انت بتقوى اعصابك للحركه. اما الحركه عباره عن هي لفه، انت لو جبت اول لفه خلاص هتعرف تعمل الاولى مع الثانيه مع الثالثه. اما دلوقتي يا كابتن احنا عاوزين بس نتعلم اول لفه، لو جبت اول لفه ديت لوحدها خلاص يا معلم ضربت معايا، اللفه الاولى مع الثانيه هتيجي معانا. ماشي؟ يبقى انا زي ما قلت اول حاجه يا كابتن ببدا اعملها، ان انا زي ما قلت ايدي حيات بتكون اتجاهها مش كده ولا كده، لا كده. تمام؟ اهو بنزل زي ما قلت في الجزء ده اهوت اللي هو الجنب السفلي، جنب سفلي البطن كده، وفتح رجلي بالشكل ده اهوت، وابدا ارفع رجلي بس كده اهو، واحاول ما اقف كتير. تمام؟ ده كده يا كابتن اول جزء اتمرن عليه كتير علشان اعرف اجيب الحركه. طب ماشي، انت لما تيجي تقف كده كتير يا كابتن هتحس بشد خفيف في رجلك. طب هل يا كابتن هفضل اقف كده كتير؟ لا، انت هتتمرن بقى اتمرن بقى الحركه مره واحده،
تخطف الحركه مره واحده، بس لازم الجزء ده اتدرب عليه كتير بحيث ان انا عشان الوقفه ديت كده وقفه الحركه وقفه المراحل نفسها. تمام، يبقى كده يا كابتن ده اول جزء اللي انا قلت عليه اللي هو الفريز ده اتدرب عليه كتير. ثاني جزء يا كابتن، تمام، ازاي ادفع نفسي والف. ماشي، انا زي ما قلت اول جزء اهوت يا كابتن عامل كده، تمام. بص رجلي مفتوحه ازاي بالزاويه دي، انا هبدا بقى الف باليمين، ابدا اضرب باقوى رجل عندي. طبعا الاشول بيبدا بالشمال، الايمن بيبدا يشوف باليمين. بصوا بعمل ايه، بعمل حاجه اسمها ستار. يعني وانت واقف كده بص معايا كده، شايفين ده ستار اللي خلاني الف دلوقتي كده؟ في دفعه، في دفعه انا خدتها علشان عرفت يعني عشان اعرف الف كده. طب يا كابتن الدفعه دي جت ازاي وجت منين؟ ده اللي عايزين نفهمه دلوقتي. انا واقف كده اهوت يا كابتن، بصوا انا وانا كده ببدا اشوط رجلي دي. رجلي دي بتشد ازاي؟ بصوا للاخر كده، بس ازاي بتحرك جسمك؟ بتشوف بتحرك جسمك. يعني هل يا كابتن اشوط رجلي وانا واقف؟ لا. بص اول حاجه بعمل ايه، ها امشي كده، تمام. يعني انت بتكون واقف على ايدك بتمشي، يعني بتحرك نفسك على ايدك. بصوا كده انا ثابت اهو، بصوا كده بتحرك ازاي، بصوا شايفين حركه ازاي مع التحريكه الصغيره دي. اروح ضارب رجلي لفوق بقى مع التحريكه الصغيره ديت، اضرب رجلي لفوق. بمعنى يا كابتن انا اهوت واقف، ها بصوا بقى هعمل ايه اهو كده، شايفين؟ وانا بقى بتحرك كده تاني، لازم تفهموها. انا ثابت كده يا كابتن، هل بلف ولا كده؟ لا. بص عامل ازاي، ها كده بمشي على ايدي، بلف على ايدي اهو. هروح بقى لف على ايدي كده، اروح ضارب رجلي من تحت لفوق. يجي دلوقتي التاني، يبقى كده اول جزء ايه، ان انا هتعلم ان اقف على ايدي. تاني جزء هتعلم ان انا ايه، اسحب نفسي كده سحبه صغيره. تالت جزء تضرب رجلك بقى، واحد اثنين ثلاثة اهو. تاني يا كابتن اول جزء هعمل كده، ها ده تمام. تاني جزء ان هقف كده وحرك نفسي ايه كده. تالت جزء تضرب رجلك بقى من تحت لفوق. يلا الجزء ده يا كابتن بقى هو اللي رخم شويه. ازاي يا كابتن بضرب رجلي من تحت لفوق؟ رجلك ايه وانت بتحرك كده تروح رجلك دي ضربه ازاي؟ اهو كده، شايف؟ لازم تقف الوقفه دي. طب يا كابتن ازاي؟ ما بتجيش معايا، بتخيل. انت دلوقتي نازل، ها سجاير وسط البلد، مش عارف سجاير هو هنا بعيد عن شهر. زي ما قلت، تمام، هتحرك. بص بقى وانا بتحرك رجلك دي بتضرب ازاي؟ رجلك دي بص بتضرب دايره اهو كده كده، رجلك بتكون هنا اوكي، بتضرب نص دايره كده وبتطلع لفوق. رجلك بتضرب من تحت لفوق، وركز كده على رجلي كده، تمام. طب يا كابتن بتقف كده ازاي بقى؟ بقى لما بتضرب بترفع نفسك بقى اهو يا كابتن، هحرك رجلي زي ما قلت نص دايره كده اهو، واقلب جسم. بصوا اهو اضرب كده، واقلب جسمي كده، شايفين عرفت ازاي على ظهري؟ بقلب جسمي على ظهري كده، تمام، بقلب جسمي على ظهري. يبقى يا كابتن اول جزء اللي قلت عليه الفريز، ثاني جزء ان احرك نفسي، ثالث جزء ان اضرب رجلي من تحت لفوق واقلب على ظهري. ثاني يا جماعه علشان نتمرن كتير، اللي هياخد ان شاء الله الحركه صح هيعرف يجيبها في اسبوع او اتنين. ماشي يلا اهو يا كابتن اول جزء نقف كده كتير، ها ثاني جزء نحرك نفسي كده، ثاني جزء تضرب رجلك من تحت لفوق وانت تضرب رجلك بقى ايه تلف نفسك على ظهرك. بص اهو بص ازاي على ظهري كده، تمام اهو. اول لفه تاني بالشكل ده يا كابتن اهو، ها ستار اهو، دي اول لفه نايس. هنيجي دلوقتي بقى يا كابتن، لما اجي الف اللفه لازم اقلب على بطني. لو قلبت على بطنك كده يبقى انت خلصت من اول لفه. اقدر اقول لك انك كده 80% جبت الحركه. بمعنى اصح دلوقتي انا واقف كده صح، عايز اضرب لفه واقف زي ما انا واقف كده تاني اهو، وانت ده ما عرفتين كده. دي اول لفه،
لو اتقنتها يعتبر كده حركه خلصت معاك. لحظه يا جماعه، ده اتحولت يعني وشكلي بقى زباله. المهم ايه، لازم تركزوا معايا. تمام اخونا المصور ده زي ما التسليم. ازيك يا عاصم، عامل ايه؟ المهم يا جماعه، اول حاجه الفلوس، تاني حاجه الستارت اللي هو اللي انت عليها لف، ثالث حاجه ان اضرب رجلي، رابع حاجه ان انا ايه الف اللفه واجي على بطن. الاربعه دول اذا عملتهم جبت اول لفه يعتبر الحركه خلصت معايا. تمام يلا جاي واحده واحده. اول جزء كده ها، وارفع كده كتير. تمام، ثاني جزء ان انا هرجع كده ولف كده لفه صغيره. ثالث جزء وانت بتضرب اللفه الصغيره دي تضرب رجلك زي ما قلت لك من تحت لفوق وتقلب نفسك على ظهرك. ماشي، عشان الحته دي صعبه شويه اهو، تضرب كده وتقلب على ظهرك كده اهو، ووسطك مرفوع، وسطك مرفوع، وسطك ده مرفوع كده. تمام، رجع يا جزء بقى، هتروح ضارب اللفه جامد وتقلب على بطنك وتركز ان دراعك ده عامل كده. بص دراعك ده هو ده اقوى دراع عندك اللي مش شغال معايا. بص على البسيط، بص على بطني ازاي، عرفت على بطني ازاي، وهو اهو موجود تاني، موجود تاني كده. تمام، يبقى انت تركز انك زي ما انت بدات كده تمام هتقف زي ما انت كده علشان تعرف تعمل لفه واثنين وثلاثه اهو. ها، واحد افتح تاني، ها اثنين اهو، تاني ثلاثه. تمام، قد يديتني انت، هو انا تعبت يا اخد راح اكل اي حاجه واكمل لكم بقى في ايه. لازم نكمل حركتنا زي ما قلت. اول جزء، بص يا جماعه الحركه مش معقده، انا بديكم والله اساسيات من اسهل الطرق والله العظيم، هتمرنوها كتير. بص انت هتحس ان الحركه مش هتيجي معاك في البدايه والله العظيم، اما انت لازم انتوا وانت برضه عشان في بلد بتتمرن معاكم مره. ماشي يا جماعه، لازم الحركه اتمرن عليها مره اثنين ثلاثه اربعه كتير قوي، محاوله ومحاوله عشان يا كابتن جسمك يكتسب الحركه. يبقى انا زي ما قلت اول جزء الفريز دوت، ثاني جزء ها ان انا اخد الستارت داخله، ثالث جزء ارمي، رابع جزء زي ما قلت ايه ان انا اقف الحركه كلها مره واحده. طب دلوقتي يا كابتن عايزين نيجي نعمل الحركه ورا بعضها، عايزين نعمل الحركه ورا بعضها ازاي يا كابتن؟ تمام، ركزوا في حاجه ان الوايند ميل ديت هتخلينا ننزل الحركه ايه ممكن نعملها وايند ميل غير ايه. اهم حاجه كده ركز يا جماعه عشان الارض بتزحلق جامد. ماشي، ورا بعدها زي ما قلت يا كابتن ان انا خدت اللفه الاولى جيت كده، اول ما اجي كده اجري الثانيه. انت يا كابتن لما بتيجي تاخد الاولى انزل بطنك تمام، بتضرب معاها الثانيه والثالثه والرابعه. زي ما انا قلت في البداية هتعمل أول لفة تمام، هتحس بالثانية إنها بطيئة معاك شوية، أما أنت لما تيجي تعمل أول لفة زي ما قلت لك وتقف على بطنك تضرب الثانية وتضرب الثالثة. في البداية هتلاقي معاك مش سريعة، أما بعد كده مع الاستمرار وأعملها مرة واثنين وثلاثة أحس إن الحركة إيه سريعة معايا. يبقى أنا دلوقتي يا كابتن أخش أعمل حاجة تاني. رجع ريان الحركة، أول حاجة يا كابتن أعملها زي ما قلت الفريز واقف عليه كتير بتاع الحركه. ها كده كتير تمام. تاني حركه، تاني جزء يا كابتن اللي انا قلت عليه ايه؟ الشعب يا جماعه، بص بس مش السجاير يا جماعه، ينفع كده؟ احنا عارفين نشهر الرياضه عشان الناس تفضل فيه. احذروا يا جماعه، الناس امهم قاتل، انها سمو قاتل، محدش يعني حاجه تضايق بصراحه. ماشي يا جماعه، تاني جزء اللي انا قلت عليه اهوت ان انا ها بص ها ارجع كده اروح بزاويه كده واخش كده. تمام، تاني جزء اللي انا قلت عليه الستارت ها كده هيك ارجع كده والف كده، وانت بترجع بقى بتلف كده تضرب رجلك هتلاقي نفسك جيت على ظهرك وترفع
وسطك لحاج النوبه يا معلم. انت اهو يلا ارجع كده لف حطه كده حطه كده شايفين ارفع وسط كده. هتروح تاني الجزء اول ما تشوف كده تلف على بطنك تلف على بطنك وتقف على ايدك. يبقى انت كده خلصت الحركه كلها يا حب. ماشي يبقى كده اهو هتقوم كده تمام. روح شوف ادم ده وقفت كده خلاص بقى يعتبر الحركه تخرج معاك بقى. هدوب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة على بعض يا كابتن كلها تمام؟ مش أنا ما دام وقفت كده روحي ضربت الثانية بقى ماشي؟ أنا هستمر الحركة كتير تمام؟ الحركة همشي على أساسيتها لازم نستمر عليها يوميا. الحركة ممكن تقعد معاك أسبوع أو اتنين ماشي؟ أهم حاجة تتمرن في الحركة زي ما قلت على سيراميكا او ارضيه تكون بتزحلقك ماشي. ويستحسن يفضل انك تربط في ايدك رباط ضغط تمام يا جماعه. دي تاثيرات الحركه تمام. لازم تتمرن كويس قوي ويوميا. اهم حاجه يا كابتن التمرين اليوم تمام. انا اروح بقى اضرب الجهاز كونغ فو. السلام عليكم.